معي من عين عيسى مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد مصطفى. إذا بات على أبواب الهزيمة إن كان في دير الزور أو الرقة داعش وفق إعلانكم. لنبدأ بدير الزور، ما أهمية القرى، أين أنتم وما أهمية القرى التي استعيدت؟ نعم، مرحبا بكم. بالنسبة لحملة عاصفة الجزيرة لشرق نهر الفرات وشمال مدينة دير الزور، هذه القرى هي تقع على الطرق الرئيسية التي كان يستخدمها التنظيم الإرهابي للتنقل سواء بين دير الزور والرقة أو حتى في الريف الشمالي لدير الزور، حيث أن هذه المنطقة تعرف أنها منطقة البادية السورية أو منطقة الصحراء قليلة الكثافة السكانية، قراها متباعدة وبلداتها متباعدة جدا. السيطرة على هذه القرى أو هذه المزارع التي تقع على الطرق الرئيسية تقطع أوصال التنظيم الإرهابي في إمكانية التواصل أو الحد من حرية حركته وتحجيم هامش المناورة للتنظيم الإرهابي. طبعا نحن الآن قواتنا على مشارف بلدة مرقدة وإنهاء وجود التنظيم الإرهابي في تلك المناطق. هذه المناطق الممتدة بين مرقدة وحتى مدينة الصور والشدادي وغيرها من مدن الريف الشمالي لمدينة دير الزور كان يستخدم التنظيم الإرهابي كقاعدة خلفية، سواء على مستوى معسكرات التدريب لمرتزقته أو حتى مصادر تمويله كانت من هذه الأماكن والمناطق، بما أنها هي الحقول الأساسية لتجارة البترول في سوريا أو السوق السوداء للبترول في سوريا، وعلاقات التنظيم الإرهابي حتى مع بعض الدول الإقليمية في الصفقات التجارية. نعم، ماذا عن الرقة والذي يجعلكم تقولون بأنها ستنتهي بعد أيام قليلة؟ تفضل. نعم، بالنسبة لمدينة الرقة الآن صرحت القيادية جهاد شيخ أحمد وهي الناطقة الرسمية لحملة نهر الفرات صباح هذا اليوم بأن 85% من مدينة الرقة محرر، بمعنى أن 15% المتبقية هي ساحة المعركة بين قواتنا وبين مرتزقة التنظيم الإرهابي، وبما أنه في الفترة الماضية استطاعت قواتنا إجلاء أكبر عدد ممكن من المدنيين، نعتقد حسب آخر الأنباء غير المؤكدة بالطبع لدينا تقول أنه لم يعد هناك مدنيين. طبعا هذا لا يعني أن الخبر مؤكد. بناء على ذلك قواتنا ستبدأ حملة عسكرية أو معركة نهائية، هي معركة الحسم إذا صح التعبير، لإنهاء وجود التنظيم الإرهابي داخل مدينة الرقة. نحن نعتقد حسب المعطيات التي بين يدينا أن هذه المعركة الحاسمة قد تمتد لأسبوع يزيد أو ينقص، لا نستطيع أن نؤكد هذا الجدول الزمني، لكن نعتقد أن ضمن مجال أسبوع، قد تزيد أيام أو تنقص أيام، قد تزيد ساعات أو تنقص ساعات، سنستطيع حسم المعركة وأن نزف إلى الشعب السوري وإلى أهلنا في الرقة بالذات. طيب، خبر تحرير ماذا تعني أن يتبقى 15% من المساحة؟ ماذا يعني هذا الموضوع؟ أين تكمن الخطورة؟ في ما تشكله هذه المساحة أم في ما يمكن أن يقوم به داعش في آخر فصل له هناك؟ نعم، هي معركة الحسم، وبالتالي في معركة الحسم قد يلجأ الخصم إلى كل ما يمكنه من فعله لعرقلة هذه المعركة. التحدي الأبرز الذي رافق حملاتنا منذ بدايتها وحتى الآن ويبدو أنه سيستمر إلى آخر المعركة هو وجود المدنيين كدروع بشرية داخل أحياء المدينة. ضيق المساحة يزيد العبء على قواتنا ويشكل تحديا أكبر مما كانت المساحة في السابق. في السابق المساحات الواسعة أعطتنا هامش كبير للمناورة ولإجلاء المدنيين، الآن نحن نقاتل في مساحة ضيقة جدا. في هذه المساحة الضيقة وجود شخص مدني يشكل تحدي أكثر من وجود 1000 مدني في مساحة واسعة، هذا هو التحدي الأبرز لدينا. نعم، شكرا جزيلا لك. من عين عيسى مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية.